حياتي واخرتي يا شيخ. هتفضل مستني كده لغايه ما تتقري فتحتي واتجوز؟ انت مش قلتي لامك انك مش عايزاه؟ عشان تسمعني، بتقولي اخر صبرك دي ايه؟ بصراحه بقى معاها حق. انت ليه ما تتقدمش؟ ليه ما تتقدمش وتقطع السكه على شيكو وغير شيكو؟ ازاي بس؟ اقول ايه للاستاذ لطفي وهو اللي عاش من غير جواز يجي 10 سنين؟ ودخل دنيا مره ومات. عاش اربل عشان يعلمني. واديك اتعلمت وبقالك سنتين دلوقتي موافق. ما انت عارفه ان كل قرش بابضه بيروح فين؟ لطفي اخويا مصره ان احنا نجدد البيت ونكس المدرسه اللي هتقع دي. وانا اتجوز واحد ما بحبوش؟ صدقي بيه، انا بشوف الشمس من شروق بيتنا وانا نايم، مش عارف ازاي الزمن عدى من غير ما نجدد البيت. قولها بصراحه كده انك مش رايتني ما بتحبنيش. صدقيني يا فتوس، صدقيني انا بحبك. طب اثبتلي.